قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، حكمة وصبر. ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن أحسن القصص، سماها الله عز وجل أحسن القصص. نذكر لما تكلمنا سابقا في قصة يعقوب عليه السلام، ذكرنا أن الله عز وجل رزقه 12 ولدا من البنين، كان منهم ولد جميل سماه يوسف، وكان له شقيق أصغر منه سماه بنيامين. أما يوسف عليه السلام فهو ابن يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، فهو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. أي نسب هذا؟ وأي سلسلة تلك؟ يوسف عليه السلام أعطاه الله عز وجل الشطر الحسن، فيا للغلام الجميل، يا للغلام الخلوق الذي أحبه أبوه حبا جما، فيعقوب تعلق به لأنه كان أحسن أولاده خلقا وخلقا. في يوم من الأيام وكان غلاما صغيرا لم يبلغ الحلم، رأى في المنام رؤيا، فجاء لأبيه فقال: يا أبتي. نعم يا بني. قال: رأيت أمرا في المنام. قال: وماذا رأيت؟ يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. وكيف تسجد الشمس أصلا؟ وكيف يسجد القمر؟ وكيف تسجد الكواكب؟ وكيف فهم الغلام الصغير أن هذه كلها سجدت له؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. أبوه يعقوب عليه السلام علم أن هناك أمرا وشأنا سيحصل لهذا الغلام، فكيف يرى هذا الغلام مثل هذه الرؤيا؟ وكان قد رأى فيه علامات وآيات، ورأى من إخوته حسدا له. قال: يا بني، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ولم يا أبي؟ فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. اشتباه الله عز وجل يوسف هذا الغلام الصغير، الله عز وجل يرعاه بعنايته ويصنعه بعينه، يكبر الغلام شيئا فشيئا. أما إخوته فقد حسدوه 10 عدا بنيامين، حسدوا يوسف عليه السلام وحسدوا بنيامين، وها هم يجلس 10 يتآمرون على يوسف. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. جلسوا يتآمرون على يوسف، قالوا: إن يوسف وبنيامين أخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، وهل الحب يكون لأجل القوة ولأجل العصبة؟ الحب من الأب لأولاده لأجل الأخلاق، لأجل البر، لكنهم للأسف لم يكونوا أخلاقهم حسنة مع والديهم،
ومع هذا يستغربون لما أبونا يعقوب يحب يوسف وأخوه أكثر منا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة نحن أولو قوة وعصبة قوية ومع هذا يحب يوسف أكثر منا. إن أبانا من أبوهم؟ نبي من أنبياء الله. انظروا إلى سوء الأدب. إن أبانا لفي ضلال. وهل يقال هذا عن الأنبياء؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. ازداد حسدهم، ازداد حقدهم، وصل بهم الأمر إلى أن قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. إما أن نقتله أو نرميه في أرض بعيدة لا يعرف كيف يرجع لأبيه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني بيّتوا المعصية والقتل والذنب ثم نتوب إلى الله ثم نكون صالحين. وهل تقبل التوبة بهذا الأسلوب؟ أي معصية يريدون ارتكابها؟ يريدون قتل أخيهم. هل يجرؤ الإنسان على هذا الفعل؟ إنه الحسد الذي يعمي القلب ويعمي العين. تدخل أحد إخوانهم، قيل هو الكبير، قيل هو الوسط، لكن كان أعقلهم، وكلهم كانوا مجرمين بحق يوسف وبحق أخيه وقبل هذا بحق أبيهم يعقوب عليه السلام. قال أحدهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ارموه في بئر، لما؟ يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذا أردتم التخلص منه إياكم القتل، لما تقتلونه وتتحملون الذنب العظيم؟ ارموه في أي بئر، تأتي أي قافلة تأخذه بعيدا عنكم، ثم تبقون لوحدكم مع أبيكم، ثم تتوددون إلى أبيكم وتتخلصون من يوسف إن كنتم فاعلين في هذا الأمر. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. اتفق إخوة يوسف على هذا الرأي، أن يجعلوه في غيابة جب في بئر مظلم. أخوهم الصغير الذي لم يبلغ الحلم، ما ذنبه؟ إنه الحسد قتله الله. أرادوا وضع أخاهم الصغير الذي لم يبلغ الحلم في بئر ربما يموت فيه وربما يحصل له ما يحصل، لا يهمهم، أهم شيء أن يتخلصوا من هذا الغلام من أخيهم. واتفقوا أن يضعوه في ذلك البئر وأن يرموه فيه. ثم جاءوا لأبيهم بعد أن مكروا هذا المكر، وإذا بهم يحسنون إلى أخيهم الصغير أيما إحسان. مسحوا على رأسه، ابتسموا في وجهه، نظروا إليه وأبوهم ينظر. ما الذي يحصل؟ تغير الإخوة لحظة واحدة، قالوا: يا أبانا نريد أن نذهب مع أخينا نلهو ونتمتع ونمزح معه ونلعب معه كل يوم في البيت معك، دعه يخرج مع إخوانه. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. محبون، نحن مخلصون له، نحن ناصحون له يا أبانا، انظر كيف نحبه. أي مكر مكروه، قلوبهم امتلأت كرها وحقدا وغيظا على هذا الغلام حتى أرادوا قتله، لكنهم اتفقوا على رميه في البئر. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
أما الغلام كان يحب هذا، كان يحب أن يذهب مع إخوانه يلعب معهم يلهو معهم. ولم يدري يوسف ما الذي خططوا له. قال يعقوب عليه السلام، قال إنني لا أتحمل أن أفارقه ساعة، كيف أدعه يذهب معكم؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف من أمر آخر، هو غلام صغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فربما أكله الذئب فلا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا الهرب من هذا الذئب. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا يا أبانا، نحن رجال أولو قوة، نحن عصبة، كيف يقترب الذئب من؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. كم فرح الغلام يوسف عليه السلام في تلك الليلة لما وافق أبوه، فرح فرحا عظيما أنه سيخرج مع إخوانه، أخيرا سيلهو معهم سيلعب معهم. إخوانه الذين كرهوه طوال تلك السنين الآن أحبوه فجأة، الآن أرادوا له الخير، الآن يريدون وأحبوا أن يذهب معهم ليلهو معهم ليلعب معهم. كيف بات يوسف تلك الليلة فرحا سعيدا بصباح يلهو فيه مع إخوانه؟ ما درى يوسف الغلام، ما علم ما الذي مكروا له، وما الذي خططوا له بليل، وما الذي دبر له بتلك الليلة. يوسف عليه السلام يخرج مع إخوانه في يوم سعيد ممتع ليلهو مع إخوانه ويلعب معه. إنها رحلة سعيدة، أول مرة يخرج مع إخوانه. وصلوا إلى بئر، حملوا الغلام ليلقوه في ذلك البئر وهو يظن أنهم يلعبون معه ويمزحون معه. تعلق بالبئر، خاف أن يسقط، خاف الغلام أن يقع في غيابة الجب. سأل إخوانه ماذا تفعلون، يا فلان يا فلان، يناديهم وهم عليه يضحكون ويقولون له الآن يا يوسف تعرف مكانتك عند أبيك، الآن لتهنك حياتك مع أبيك، حب أبيك لك لينفعك الآن. ثم أسقطوه في البئر المظلم، بئر مظلم موحش تحته الماء. تعلق يوسف الغلام بصخرة فجلس عليها وينادي إخوانه وهم يتضاحكون على شفير البئر، يا فلان يا فلان، سأموت في هذا البئر المظلم، سأموت في هذا القبر الموحش، في هذه الظلمات، في هذه غيابة الجب، ماذا تفعلون ماذا تصنعون؟ وهم يضحكون ولا يسمع إلا صوت ضحكاتهم، يقولون له لتهنك الحياة يا يوسف، افرح افرح بما أنت فيه الآن، افرح يا يوسف واسعد بما أنت فيه الآن. أتذكر مكانتك عند أبيك؟ أتذكر منزلتك عند أبيك؟ الآن افرح بما أنت فيه. ثم تركوه وهم يضحكون. جلس يوسف عليه السلام في ذلك المكان المظلم، في ذلك البئر الموحش، في غيابة الجب، الظلمات من حوله، لا يرى من فوقه إلا شفير البئر، النور منه يتناقص، تحته الماء يجري، وهو على صخرة قد جلس فيها لا يدري هل سيموت غرقا في هذا الماء، أم ستأتي دابة فتقتله، أم يموت مع مرور الأيام بالجوع والعطش. جلس الغلام يبكي وحيدا فريدا، كيف كان يبيت البارحة، كان يبيت في فراش عند أبيه يعقوب عليه السلام، كان كريما ابن كريم ابن كريم ابن كريم، يعيش معززا مكرما في ذلك البيت. أما الآن فإنه في بئر موحش مظلم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، في مكان مظلم في هذه اللحظات، ويوسف عليه السلام غلام صغير قد قطعه الخوف والبكاء والندم والحسرة، يتذكر أباه، يتذكر أمه، يتذكر فراشه وبيته. ماذا أفعل أنا الآن؟ ماذا سأصنع الآن؟ غلام صغير، بالله عليكم ماذا سيصنع في هذا المكان الموحش؟
في هذه اللحظات قذف الله عز وجل في قلبه أن يا يوسف لا تخف، لا تبالي، لا تهتم، سيأتي يوم من الأيام يا يوسف تذكر إخوانك بما صنعوه فيك، سيأتي يوم من الأيام تعلمهم بما صنعوه فيك في هذه اللحظات. وأوحينا إليه لتنبئنهم، ستنبئ يا يوسف إخوانك بما صنعوه فيك، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ستنبئ إخوانك بما فعلوه فيك وهم لا يدرون. المكان موحش، المكان مظلم، الماء من تحته يجري. مرت ليلة، مرت ليلتان، مرت الليالي. بالله عليكم تخيلوا كيف عاش هذا الغلام الصغير في هذا البئر الموحش، في غيابة الجب، وفي قلبه أن وعد الله حق، أنه سيأتي اليوم الذي أخبر إخواني بما صنعوه فيه وهم لا يشعرون، وهم لا يعلمون أنني يوسف. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مرت الأيام والليالي، الدقيقة ربما كأنها سنة من السنوات. كيف مرت هذه الأيام على يوسف؟ كيف قضى هذه الليالي؟ الرب عز وجل يريد أن يربي هذا الغلام. يا يوسف تعلم، يا يوسف تربى، فإنك ستكون نبيا من الأنبياء. لن تصل إلى منزلة النبوة إلا بعد أن تمر بهذه المراحل. إنها تربية الله عز وجل لرسله. أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل الماء تحته، والجوع يقتله، والخوف يرهبه، والظلمة توحشه. ومرت الأيام والليالي، فجأة إذ سمع يوسف عليه السلام من أعلى البئر صوت أناس يمشون، إذا به يصرخ، إذا به ينادي، صوت بشر. بدأ الآن يأنس يوسف عليه السلام بالصوت. صوت من؟ صوت قافلة تمر عند هذا البئر. إنها رحمة الله بدأت. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. إخوة يوسف بعد أن فعلوا فعلتهم، مكروا مكرهم، وكانوا قد نزعوا قميص يوسف قبل أن يرموه في البئر، ذبحوا شاة ولطخوا دمها بقميص يوسف. ذهبوا لمن؟ ذهبوا إلى أبيهم يعقوب، ذلك الرجل الذي كان ينتظر ابنه بفارغ الصبر. لأول مرة يغيب يوسف عن عينيه، وكان قد حزن لفراقه يوما واحدا. كان متخوفا من أبنائه على ابنه يوسف. أين أخوكم؟ أين يوسف؟ الكل يبكي. دخلوا على أبيهم يتباكون ويتظاهرون بالبكاء. يا فلان أين يوسف؟ يا فلان أين يوسف؟ حس أن في الأمر شيء، فأخرجوا له قميص يوسف وكله ملطخ بالدم. يا فلان ما الذي حدث؟ أخبروني، إنها دموع لكنها كاذبة. وجاءوا أباهم، ذلك الرجل المسكين نبي الله، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، كنا في سباق بيننا وبين بعض، وتركنا يوسف عند متاعنا، نزعنا بعض ثيابنا ووضعناها، وطلبنا من يوسف أن يحرسها لنا، أن يجلس عندها، وكنا نلعب وكنا نتسابق وتركناه. ألم تكونوا تقولون أنه سيلعب معكم؟ جعلتموه عند ثيابكم. إنه الخلق السيء من إخوان يوسف، ويعترفون بهذا. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أي ذئب هذا؟ هذا العذر الذي أخبرتكم به؟
هذا الخوف الذي كنت أخاف عليه منه وأكله الذئب، وهذا قميصه يا أبانا ملطخ بالدم. ثم قالوا له وما أنت بمؤمن لنا، لن تصدقنا ولو كنا صادقين. أين قميصه؟ أحس يعقوب عليه السلام أن في الأمر مكيدة، كان يعلم أنهم لن يأخذوه هكذا، كان القلب متخوفا، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. استغلوا نفس العذر من وقاحتهم، لم يأتوا بعذر جديد بل نفس الأمر الذي كان يخاف منه يعقوب. قال أين قميصه؟ فأعطوه القميص الملطخ بالدم، لكنهم نسوا أن يمزقوا هذا القميص، قميص لغلام أكله الذئب ولم يمزق. أي دم هذا؟ وأي قميص هذا؟ علم يعقوب عليه السلام أن في الأمر مكيدة، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فصبر جميل. أين يوسف الآن؟ لوحده في البئر. يعقوب الآن يبكي عليه، حيل بينهما، الأب بينه وبين ابنه، كان في كل ليلة ينام عنده، ينام معه في نفس البيت، كان يحبه حبا جما. إنها أول ليلة يبيت فيها بعيدا عن أبيه في ذلك البئر، لكن يقدر الله عز وجل وهو في البئر أن يرسل الله عز وجل إليه قافلة، يرسل الله عز وجل قافلة من الإبل معها بعض الرعاة وبعض الناس. هذه القافلة، هذه السيارة مرت عند ذلك البئر، مرت على يوسف عليه السلام. الله عز وجل بدأ يستجيب ليعقوب عليه السلام أن يحفظ ابنه في ذلك الموقف وفي ذلك البئر، فأرسل سيارة قافلة إلى هذا البئر، وجاءت سيارة، السيارة هي القافلة، قافلة من الإبل كانت تمر مع الناس على ذلك البئر الذي فيه يوسف. كاد أن يموت في ذلك البئر غرقا وجوعا في ذلك المكان الموحش، ربما حصل له ما حصل، فأكرمه الله بتلك القافلة التي مرت على ذلك البئر. ثم أرسلوا واردهم ليدلي دلوه، لينزل الدلو، وإذا بيوسف وهو غلام صغير لم يبلغ الحلم، خاف أن يموت في ذلك البئر، يمسك بهذا الدلو، فإذا بالراعي الذي أنزل الدلو أحس أن الدلو ثقيل، رفعه. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ إنه ليس بماء، ليس بماء، إنها قافلة، قافلة مرت على هذا البئر، إن هذا الغلام المسكين تعلق بهذا الدلو فرفعته القافلة، فإذا بالوارد يقول يا بشرى، ينادي أهل القافلة يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، أسروا يوسف عليه السلام بضاعة تباع وتشترى، والله عليم، والله عليم بما يصنعون. يعقوب يبكي في بيته على ابنه، ويوسف عليه السلام يباع ويشترى في قافلة من القوافل. ذهبت هذه القافلة إلى مصر متوجهة، من فلسطين إلى مصر ابتعد الابن عن أبيه مسافات بعيدة. كيف ينام يوسف بعيدا عن أبيه؟ كيف ينام يعقوب بعيدا عن ابنه؟ افترق الأب عن ابنه في تلك الليالي وهذه الأيام. يوسف عليه السلام غلام صغير بعيد عن أبيه، يباع الآن في أسواق مصر، يباع يوسف في أسواق مصر، حاله حال العبيد. يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يباع ويشترى كبضاعة من البضائع. يا الله، أي ظلم لهذا الغلام المسكين، أي عذاب عذب به هذا الغلام. من اشتراه؟ اشتراه عزيز مصر، بدأ الفرج. عزيز مصر يشتري يوسف بدراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ذهب عزيز مصر بيوسف عليه السلام إلى القصر، فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا
أو نتخذه ولدا. عاش يوسف في قصر عزيز مصر خادما أو كولد لهم، وأبوه يعقوب صبر صبرا جميلا واستعان بالله عز وجل. كيف عاش يوسف عليه السلام في ذلك القصر؟ ما الذي حصل معه في ذلك القصر؟ هل فتن يوسف؟ وكيف كانت فتنته؟ ولما سجن نبي الله؟ وأي جريمة ارتكبها هذا النبي ليسجن سجنا بظلم؟ وكم سنة عاش في السجن؟ وماذا حصل ليوسف عليه السلام في السجن؟ هذا ما سوف نعلمه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص، نور قصص. فتنت به من؟ امرأة العزيز، قد شغفها حبا. افعل ما بدا لك يا يوسف. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ ركض يوسف عليه السلام يبحث عن باب مفتوح، لكنه كيد النساء. والمصيبة أن يوسف بلا قميص وظل في السجن سنوات. إنه أمر مخيف، الرؤيا مفزعة حقا، الكلام خطير. أريده في القصر حالا. تكلم النسوة. أي ظلم هذا الذي وقع على يوسف عليه السلام؟ قصص، نور قصص، حكمة وصبر. أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا لنا، وفي محمد يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.